بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معايا محبي ومتابعي قناة بيبول تعليم الخياطة والتفصيل. يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال يا رب، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتعرف نعمل ازاي مع بعض الموديل السواري ده. زي ما انتم شايفين ده عبارة عن موديل، زي ما انت يعني المفروض هنعمله طبعا من غير الفتحة دي. هو عبارة فيه كشكشة من عند الصدر كده في الجزء الأمامي، وعلى فكرة وفي الجزء الخلفي هيبقى نفس الشكل. برضو او انت ممكن برضو لو انت عايزاه امامي، بس ده طبعا براحتك. والكم زي ما انتوا شايفينه نازل على واسع، لكن الكم من فوق حردته عاديه جدا، ما فيهاش كشكشه ولا حاجه ولا اي زيادات. وتحت دوبل كلوش زي ما انتوا شايفين، تمام، بطريقه سهله جدا. في كشكشه طبعا على الوسط، خلاص نعرف الدوبل كلوش بالكشكشه على الوسط. هنشوف كل التفاصيل بتاعته كده بطريقه سهله وبسيطه مع بعض. الدريس ده يا جماعه ياخد حوالي 8 متر، لان تحت الدوبل كلوش لوحده هياخد 6 متر. ولو انت عايزه طبعا هيبقى بزياده، عشان هنعمل الامامي والخلفي بنفس الكشكشه اللي انت عايزينها. طيب احنا برضو ممكن نعمل الامامي بس، يعني اللي مطلوب ان هو عايز يعمل، يعني عايزين تعملوا الامامي بس. فدي دي سهله ودي سهله، دي مفيش اي يعني، الاثنين واحد تمام بنفس الفكره. هنشوف مع بعض كده، فالاثنين يعني ايه افكارهم سهله، يعني مش دي مش بعيده عندي كتير. خلاص طيب احنا نعمله زي ال تبع معانا، عايزاه بنفس الكشكشه امامي بس في الخلفي عادي. وقلنا تفاصيله الاتنين زي بعض، مفيش اي مشكله يعني. يعني هقول لكم الفكره التانية برضو. طيب انا دلوقتي هاجي اعمل الخلفي بتاعي الاول، لان الخلف دلوقتي انا هعمله من غير الكشكشه اللي انتوا شايفينها. اول حاجه بعمل ايه؟ بسيب التلاتة سنتي بتوع السوسته بتاعتي. خلاص دي اول حاجة بعملها بالنسبة للخلفي معايا. ثبتي قماشك. خلاص طيب باجي بعد كده بعمل ايه؟ باخد مقاساتي العادية جدا، مفيش اي حاجة. باخد نص عرض الكتف بتاعي، تمام. بعد كده بنزل 3 سنتي هنا من الكتف، دول ثابتين معايا. دوران الرقبة الخلفية والامامية عادي بنشتغل، بنقسم دوران الرقبة، يا رب يكون واضح. بنقسم دوران الرقبة على 5، وبنزل 2 سنتي من هنا لحردة الرقبة الخلفية، لان انا دلوقتي يا جماعة انا بعمل الرقبة الامامية عادي جدا اهي، وده كده ميل الكتف بتاعي. باخد طول الصدر، تمام، وده طول الوسط بتاعي زائد زيادات الخياطة. يا جماعة احنا قلنا هنزود من 2 ل 3 سنتي زيادات خياطة، تمام اهو. لو قلنا ده كده الخلف بتاعي اهو، هنزل كده خط عمودي عشان اعمل الحردة بتاعت الجيرو بتاعتي، تمام، ومكان ما يبقى مكان الحردة بتاعتي بعمل حردة الجيرو بتاعي. خلاص تمام. بعمل هنا الجزء بتاع، باخد ربع دوران الصدر عادي، وباخد ربع دوران الوسط عادي، مفيش اي مشكلة. الخامة دي يا جماعة الخامات دي غالبا طبعا بيبقى فيها ذكرى شوية، تمام. طبعا دي فتافيت السكر، في حاجات كده بيبقى فيها فيزونات، في حاجات بتبقى هي اصلا بطبيعتها مرخيه، فعلى حسب الخامه. بس يفضل للموديل ده بتبقى القماشه ناعمه، مش القماشات اللي هي الواقفه، عشان تديكي نفس النتيجه اللي انت شايفاها كده في الصوره، تمام. انا بقى دلوقتي طبعا بسيب هنا يا جماعه الامان بتاعي، عشان لو حبيت اوسع او اي حاجه بالنسبه للظهر بتاعي. هاي كده اقص ده كده مين يا جماعه؟ ده الخلف بتاعي زائد زيادات الخياطه بتاعته في الاطوال بتاعتي. لازم اعمل حساب في الطول عشان لما اجي اخيط يبقى ايه الامور معايا، تمام، ما يبقاش الدريس بتاعي يقصر، الاقي خط الوسط بتاعي مش مكانه اهو. كده الحردقه الخلفيه بتاعتي تمام اهو. طبعا بتعملي فردات مكان خط الخياطه بتاعي. خلاص هنا هشوف بين الجزء بتاع الامامي والخلفي بتاعي، هنشوف بقى هنعمله ازاي. بس لما نعمل امامي بعمل فرد للسوسته اهو فوق وتحت عشان اعرف الحد بتاعي. ده كده الظهر بتاعي. هنشوف بقى نقدر نكمل بقى الامام بتاعي ازاي. هجيب كده يا جماعه قماشه عندي متنيه على الاثنين عادي اهي، بالطبع عشان اعمل الامامي بتاعي. وهجيب كده الخلفي بتاعي، بس طبعا انا عايزه الغي الثلاثة سنتي دول بتوع السوسته بتاعتي، انا دلوقتي مش عايزاهم. ماشي اهو كده اروح مثبتاهم بالدبابيس بحيث ان هم ما يطلعوش، عشان مقاساتي تبقى مظبوطه، تمام. هي كده احط الخلفي بتاعي،
وهسيب كده يا جماعة حوالي 15 سنتي ل 15 ل 20 سنتي، بتبقى الكشكشة معقولة يعني 15 على فكرة، تحتهم 15 تاني، يبقى انا كده سايبة 30 سنتي. 30 سنتي يا جماعة تمام، لو انت لو القماشة ناعمة زي التل وغيره ممكن اكترهم عن كده عادي تمام. طيب هروح كده مثبتة الخلفي كده اهو تمام، وهبدأ كده هقصه زيه بالظبط. تمام طبعا عندي هنا كان عندي حردة الأمامية، أنا كنت نازلة 2 لكن هنا هنزل نفس الحردة ارسميها برضو معاها، دي الحردة الأمامية بتاعتي تمام. فأنا هاجي كده ايه الجزء ده، بس هطلع كمان حوالي 1 سنتي، كمان 1 زيادة كده فوق، 1 سنتي شوية اهو نفس الكتف بتاعي، فلما الفها كده هتبقى كده يا جماعة. طبعا بمشي بده كده كلها كده ممتدة لقدام اهي تمام، يعني هقص كده الظهر قصدي الكتف بتاعي اهو، وهاجي اعمل كده هروح اقصه، يعني عملت الحدة الامامية خلاص، وطلعت كمان 1 سنتي فوقيها شوية، ورحت مديها زي ما كنت بعمل مثلا في الرقبة بتاعت مثلا الشميز، وهاجي كده هشق عشان تشوفوها اهو، بس ثبتي كده اهو، هقصها كده خلاص، وهعمل هنا فرد عند بداية فوق ونهاية اللي هي كانت ايه، اللي كانت بداية ونهاية الجزء اللي هو فيه الكشكشة بتاعي، يبقى انا عامله له فردات كده عشان يبان لما اجي كشكش اهو، هوضحه لكم تمام. طب انا هعمل ايه هنا، هعمل الحردة بشيل حوالي 1.5 اللي انا قلت عليه قبل كده في الحردة الامامية عن الخلفية عشان تتحرد شوية، عشان يبقى معايا الجزء اللي عندي الجيرو ده مظبوط، ما يبقاش فيه اي عبعبة او اي زيادات، فاصبح عندي اهو الخلفي واهو الامامي. هكذا افرد الامامي بتاعي. طب قبل ما افرده اعمل الحركة الخطوة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بتاعت الامام والخلف، انا هشوف كده الامامي بتاعي طبعا الفرق بين طول الامامي وطول الخلفي قد ايه وبشيله اهو. طبعا احنا قلنا للامامي باجي كده على ما فيش للنص يا جماعة، على ما فيش كده للنص تمام، لكن الخلفي نفس المسافة باخدها دايركت على طول، الكلام ده قلناه كتير اكتر من مرة، على حسب نفس المسافة بتاعتي اهي اهي، وباخدها خط مستقيم، ده كله عشان ما يطلعش مجنح من الجناب، يبقى عندي الموديل بتاعي مظبوط اهو. ارجع اعمل الفرد تاني اهو تمام، هاجي بقى افك كده الامامي بتاعي اهو يا جماعة، لو عايزة تعملوا بطانة، لو القماشة عند خشنة اعملها بطانة روزيتا اللي هي بتبقى ناعمة وفيها مطة شوية. هاجي بقى هقعد اكشكش ده كله من الفرد للفرد يا جماعة، بصوا هتقعدي الكشكشي ده كله، الجزء اللي انتوا شايفينه ده كله هيقعد يتكشكش. طبعا احنا قلنا قبل كده وحط لكم في صندوق الوصف طريقة عمل الكشكش اهو، انا هجيب مثلا الابرة والخيط تمام، هتيجي كده اهو، هاجي من اول فرد اللي انا عملته هبدأ كده اكشكش. طبعا يا جماعة كل ما الخيمة تبقى ناعمة وطرية هتبقى شكلها حلو، والموديلات دي بتبقى حلوة قوي برضو، اللي طريقة الكشكشة دي طالعة حتى موضة في التول، وهنبقى نعمل برضو برضو اوريكم موديل برضو تاني للتول اللي بيبقى الكشكشة بس متوزعة اكتر من كده على الصدر كله اهو لغاية الفرد الناحية التانية تمام. هاجي كده طبعا هتكشكشي يا جماعة فوق وتحت، فوق وتحت عشان الكورساج بتاعك او الجزء يعني الامامي اللي فوق خلاص يبقى ثابت كده، مش جاي كده من تحت، لا لا لازم عشان لما اجي اركبه في الجزء اللي تحت الجيبة يعني يبقى مظبوط، مش هيقعد ايه يروح منك او يتكسف في حتة معينة. هاجي طبعا تحت برضو من الفرد للفرد، وهبدأ برضو يا جماعة اكشكش وهضمها برضو زي ما ضميت اللي فوق، يعني هقعد كده كشكش واضمهم مع بعض، هما ما الا منظر، وبرضو بيدي شكل زي بيبقى شكله حلو قوي، خصوصا قلت لكم لو القماشه مهدله، وطبعا مع شكل الدوبل كلوشي اللي مكشكش من تحت
فشكله متناسق وشكله بيبقى شيك برضو، حلو قوي المحجرات. بس طبعا احنا هنعمله من غير الفتحة الموجودة في الجزء اللي تحت في الجيبة اللي تحت اهو. بصوا اهي ده بيبقى شكله. طبعا قلنا لكم، قلت برضو ان هي مع القماشة المرخية بيبقى شكله طبعا نايم كده وبيدي شكل تهديلة حلو. انا بالطريقة دي خلاص كشكشت فوق وتحت. آه على فكرة يا جماعة، انا ممكن الجزء ده كنت عملته ورد هيديكي برضو، بس بيدي بنفس النتيجة عشان تقدري تتحكمي فيه، ما تفرقش معاكي بس المقاسات شوية. طبعا انا اصبح عندي امامي وخلفي، احط خلاص الوش على الوش. طبعا يا جماعه قلت لكم لو انا عايزه بقى الناحيتين مكشكشين هعمل ناحيه مقفوله وناحيه مفتوحه، بس هخيط الاربعه على بعض مع بعض، يعني 4 طبقات فوق بعض الامامي والخلفي مع بعض، عكس ان انا كده عملت الخلف لوحده والامامي لوحده عشان الاتنين مختلفين. لكن لو عايزاهم الاتنين بنفس الطريقه بقصهم يعني على بعض، بس بسيب برضو الخلفي نفس المسافه اللي زي بها للايه الامامي. تمام، في الحاله دي بياخد قماش طبعا اكتر معاكو زياده. تمام. آه طيب هحط كده الوش على الوش. تمام يا جماعه، هحط كده الوش على الوش وهبدا احط اخيط الكتاب بتاعتي. تمام، عشان انك مكمل باقي الدرس بتاعنا، فستان السواري بتاعنا، وهنعمل هنشوف برضو الكمام والجزء اللي تحت. نيجي يا جماعه بقى نعمل الكمام بتاعتنا. زي ما انتم شايفينها جايه مظبوطه من عند حرده الجيرو من فوق، بس نازله على واسعه وطبعا مضمومه باستك ومتهدله. طبعا بتبقى اطول من، يعني انا لو الكم بتاعي 60 بخليه طبعا اكتر 65 68 على حسب الطول او التهديلة اللي انتي حباها. انا عندي طريقتين ان انا اقدر ممكن اعمل بيهم الكم دون. كم عادي طبعا هنعمله، هو كده كده حردته عادية، بس قصدي طريقتين ان انا ممكن اعمل الحرد العادية اللي انا هوريها لكم وانزل على اوسع، او ان انا اعمله يا جماعة زي النص اللي فاكرين النص كلوش، يعني هعمله كلوش. بصوا كده اهو بتبقى مثلث بس زي السكارف كده، وبرسم الحردة وبنزل كده، فبيبقى من فوق مظبوط وجاي من تحت اخد وسع الكلوش بتاعي. انا هبقى اعمل لكم برضو فيديو خاص بالموديل ده، بس عشان خاطر للناس اللي بتقول لي انا بقول معلومات كتيرة جدا في نفس الفيديو، بس بيبقى غصب عني، هو اللي الموديل بيبقى حاكم عليا كده، وانا برضو بحب اعجب لكم الحاجات او ان انتوا اللي بتطلبوه بحب انفذه زي ما هو موجود. ولما بنزل حاجة بحب ان هي بيبقى فيها كذا فكرة للي ما يعرفش، عشان انت طبعا لازم تجمعي افكارك عشان تقدري تكسبي خبرة يعني. تمام. طيب انا هعمل الطريقة اللي هي المبسطة ليكو، ان انا هاجي كده عادي، انا عايزة اعمل الكمين مفيش اي مشكلة اهو معايا. تمام اهو، هاجي بعد كده هعمل ايه، بحط بقى المقاسات بتاعتي. طبعا كل مرة بحط لكم الاساسيات موجودة في الديسكريبشن تحت يا جماعة في صندوق الوصف. هاجي اخد دوران الدراع زائد ال4 سنتي واشوف بيوصلوا لغاية فين عندي، بقسمهم على الاتنين طبعا. بعد كده بنزل ال13 سنتي دول ثابتين معايا، باجي بعد كده باخد بعمل ادي نقطة ال13 سنتي، قلت لكم انا عندكم قانون الكم، بقسم دي نصين الخط المستقيم اللي انا وصلته، وكل نص يا جماعة بقسمه كمان نصين. هاجي من الناحية اللي فوق المقفولة هطلع 1 سنتي، ومن الناحية المفتوحة هنزل 1 سنتي، وببدأ ان انا اعمل الحدة بتاعتي عادية خالص. انا عملت شغلي عادي خالص اهو، مفيش اي مشكلة، بس الفرق هنا ان انا مش هنزل على قد نفس عرض الكم زي ما كنا بنشوف في موديلات تانية، لا ده هنا هنزل كده. طبعا هكون انا موسعه القماش زي ما انتم شايفين كده مش بالظبط، واروح جايه كده على اوسع حاجه. فهي ده برضو بيديني، يعني انت لو خدتي بالك هتديكي يعني نتيجه كده نوعا ما قريبه طبعا من برضو النص كلوش في حكايه الوسع بتاعها. لذلك لما اجي اعملها هتلاقي من فوق مظبوط، وهتلاقي الضمه دي هي اللي شكل ايه، شكل الدرق اهو، شكل هوريه لكم كده. هنقصه طيب هنشوف اهو، طبعا هقصه عادي، ممكن تسيبي وسع من فوق بس حاجة بسيطة عند حد الجيرو عشان لو طلعت عندك وانتي بتعملي عايزة توسعي اهو. بصوا كده اهي شكله. تمام، هاجي بس من هنا هاخد بس حاجة بسيطة جدا 1 سنتي كده ولا حاجة عشان التجنيحة بتاعت الكم بس. تمام اوكي، بصوا كده اهي، دي بتبقى كده، ده بيبقى شكله زي ما انتوا شايفينه، بيبقى مهدل جامد طبعا مع ان هو اطول من الطول العادي اللي احنا بنطوله شويه. طبعا باجي هنا اعمل الفرد بتاعي عشان التركيب خلاص، بس بركب الكم عادي يا جماعه، كان الكم بتاعنا المعتادي العادي خالص. بجيب وش على وش وبحط الفرد على خياطه الكتف، وببدا اخيط الكم بتاعي عادي خالص، وهنا هترفله وهتنيه عشان اعمل فيه الاستك بتاعي. خلاص كده تمام. تمام اهي يا جماعه، خيطت الكمام عادي، حطيت الكتف على الكتف وخيطتها، بس لسه طبعا ما قفلناش الجناب.
وهنعمل زي ما قلنا ده الاستك طبعا بتاع الجزء ده والكم. طيب احنا نيجي عايزه اوريكم الجزء اللي هو عند الرقبه، اللي هو المكشكش ده اللي عند الرقبه يا جماعه، هو اللي طالع زي الكوله ده. ده ان انا هجيب جزء طبعا من الدريس بتاعنا من القماشه اهو، حتى انا عامله لكم بلون تاني ان انا هكشكشها يا جماعه. طبعا بتبقى ارتفاعها مش عالي قوي عشان ما تضايقكيش، ممكن تعمليه على 5 سنتي وتخيطيها وكده، على ما تخيطيها هتبقى طبعا اقل. بجيب كده، بجيبها خلاص على قد الطول بتاعي، وببدأ كده من عند من بعد مسافة السوستة بتاعي. ان انا كمان ممكن انضفها يا جماعة برضو بيه على فكرة، تمام؟ بس انا قلت كده طريقة سهلة للمبتدئين عشان بس انا ما اصعبش الامور عليهم. بحط وشي على وش، وشي على وش، وداير ما يدور حردة الرقبة بتاعتي، بروح ايه وش على وش كده. طبعا الكورنيش اهي لتحت اهو، انا حابة بس اوريكم ازاي. طبعا دي كلها بتبقى داير ما يدور الرقبة بتاعتك. المهم طبعا انت هتلفي بيها الرقبة كلها. طبعا بعد كده بتروحي مطلعاها كده لفوق اهي، بصي بتروحي مطلعاها لفوق اهي. طب هي طبعا زي ما انتوا شايفينها كده كانت واقفة على الرقبة كده. طبعا انا عشان تقف هروح عاملة ايه بعد ما انا بعد ما اخيطها يا جماعة، هاجي كده افردها كده لفوق للاتجاه اللي انا عايزاه فيه، انا عايزاها لفوق طالعة للرقبة، اروح مديها كده ايه بنط خياطة بسيط جدا على الحرف بالظبط، بحيث ان هي تثبت لفوق ما تقعدش تنزل معاكي لتحت. هديها بنط خياطة كده، اللي هي الخياطة اللي هي دي هثبتها خلاص. انا ممكن كمان انضفها من جوه ببينش، ممكن تعمليها اوفر، وممكن تنضفيها على فكرة ببي طبعا، بس انا مش حابة بس عشان الناس اللي بتقول تفاصيل كتيرة جدا، لا انا بقول تفاصيل حاجات صغيرة والله على قد ما بقدر عشان ما يبقاش الامور صعبة ليكم. خلاص يبقى انا هعملها داير ما يدور وهديها بنط خياطة. بصوا بعد ما اعملها تبقى شكلها شيك ازاي، بيبقى شكلها كده اهو، اه طالعة كده زي ما انتم شايفينها في الصورة بالظبط. عملنا الكشكشة بتاعة الكم، خلاص نركن كده الجزء اللي فوق ده، خلاص كده بالنسبة لنا خلص خالص اهو كل تفاصيله. هنيجي بقى نشوف الدوبل كلوش بتاعنا. الدوبل كلوش يا جماعة قلنا قبل كده ان انا بعمله ب6 متر، انا كده 6 متر، ادي 3 وادي 3. طبعا كل واحدة هاجي كده هطبقها اوريكم كده، هطبقها زي الكلوش اهو، هطبقها على الاتنين، ال3 متر على الاتنين كده، وبعد كده هطبقها كمان على ايه ال4 مثلث. هجيب كده الناحية المقفولة، المقفولة هنا الناحية المقفولة دي على المفتوحة كده، لان كل النواحي مقفولة ما عدا الناحية دي بس، المفتوحة قصدي ما عدا الناحية دي بس هي المقفولة. فانا هجيب كده المقفولة على المفتوح، احط لكم طريقة برضو الكروشة بتاعتنا في صندوق الوصف. خلاص تطبيقتها يعني سهلة جدا مفيش حاجة. هجيب ال3 متر التانيين برضو بنفس الطريقة كده على الاتنين اهم يا جماعة، دي مفتوح مفتوح مفتوح، الناحية دي بس المقفولة. فبجيب كده المقفول على المفتوح، وبسيب برضو ايه هنا مسافات خياطة. حتى لو انت هتعملي، احنا كده كده اصلا هنعملها مش هتفرق، لان احنا هنعملها اصلا واسعة. وباجي كده يا جماعة بطبق ال6 متر كده ايه، بروح حاطة المثلثين على بعض. طيب انا عندي هنا يا جماعة دايما في الكلوش باخد مقاسين، اللي هو مقاس الوسط بتاعي ومقاس اللي هو الطول بتاع الكلوشة، بس هما دول اللي باخدهم، ما بحتاجش لا دوران ارداف ولا طول جنب ولا اي حاجة. ماشي تمام. انا المرة دي انا عايز الدوبل كلوش بتاعي دون في كشكشة زي ما انتوا شايفينه كده على الوسط. فهعمل ايه، هاخد الطول بتاع الجيب بتاعتي، طول الفستان اللي هو من الوسط لغاية الارض لغاية تحت يعني، باخد الطول مثلا لو الطول متر، باخد المتر ده من تحت لفوق، باخد المتر ده منين، من تحت لفوق. اوكي تمام يا جماعة اهو، من تحت مثلا لفوق خلاص اهو، باخد واقول كده العلامة اللي اتعلمت لي دي هي كده معناها ان الوسط هنا، يبقى انا باخد الطول من تحت لفوق اهو تاني، من تحت بجيب اطول حاجة عندي اهو يا جماعة، ده انا عندي كده هنا المثلث اهو، بجيب اطول حاجه كده عندي وباخد الطول من تحت لفوق. معنى النقطه دي يبقى كده هنا ده عندي ده الوسط بتاعي، يبقى لازم ادوره. هجيب كده المثلث بتاعي من فوق وبدور اشوف جاني عند رقم كام كده، والف ايه بالرقم بتاعي بحيث ان يديني دوران الوسط بتاعي. خلاص تمام. طب انا عايزه الدوران بتاع الجيب نفسها اللي تحت، هعمل ايه، هجيب برضو كده اهو الرقم 1 فوق، وبحاول الف بقى ايه
الرقم اللي حسب المزورة جاتني عند الطول ده انا رقم كام بمشي بيه، جاتني 30 50 100 حسب الطول يعني حسب الرقم اللي هي هتمشي بيه. تمام اهو، بس يبقى انا كده هقص على مكان الوسط وهقص على مكان الطول بتاع ايه، بتاع الجيب بتاعي او الدرس بتاعي، طبعا فستان السواري بتاعي اهو اهو كده فوق اهو، وهاجي كده ادي الطول بتاعي بالطريقة دي اهو، اصبح عندي ادي الدبل كلوش يا جماعة، عبارة عن نص دايرة ونص دايرة عشان يكمل لي دايرة كاملة، ده معنى كلمة دبل كلوش اهو، عشان الاول مرة يدخل معانا القناة ده كده دبل كلوش يعني ده كده دايرة كاملة. طيب في الحالة دي ان انا عندي الفستان السواري ده يا جماعة، طبعا لو انا عايزة السوستة بتاعته هتعدي الوسط طبعا، عشان اللي هو لكن دايما اللي هو بيبقى تحت الوسط بيبقى الفساتين السوري عشان بتبقى ايه طبعا مجسمة خلاص. طبعا الفستان ده الدرس ده طبعا يا جماعة برضو مجسم، ما يوريكيش الجزء ده، الجزء المكشكش ده انا خلاص جمعته غصب عنه، جمعته في جزء معين فهو مش موجود الواسع في الدرس كله، فهاجي كده النص دايرة من دول وهقسمها نصين بالظبط، عشان هيبقى عندي يا جماعة الظهر مفتوح، هيبقى ربع هنا وربع هنا، ان في سوستة مع الظهر كده من ورا، يبقى دي بتاع الخلف وده بتاع الامام. خلاص هكشكشهم، هقعد اكشكش كده يعني مثلا ده الامامي هكشكشه لغاية ما يبقى قد الجزء الامامي والخلفي برضو هكذا. اوكي كشكشنا كده يا جماعة الدبل كلوش بتاعنا اللي هو الجزئين الخلفيين والجزء الامامي، طبعا لازم يبقى قد الوسط بالظبط كده زي ما انتم شايفين. باجي احط كده وش على وش، على فكرة يا جماعة انتم ممكن تعملوا الدرس ده شيفون بيبقى مناسبة سيمبل برضو، مش بيبقى شكله حلو بس طبعا هيبقى له طبعا اكيد الدراسات دي يبقى ليها تعملي الشيفون كده ليه بطونه زيه بالظبط، بس الجزء البطون الامامي اللي هو اللي فيه كشكشه ده ما بيبقاش فيه كشكشه، بيبقى عادي خالص، هو الجزء اللي فيه كشكشه اللي هو هيبقى طل او شيفون خارجي بس. هي كده احط وش على وش، يعني احط الامامي كده، ادي الامامي ادي يا جماعه الامامي اهو، احط كده الكلوشه بتاعتي وش على وش واحط النص على النص كده، وهبدا اثبت الجزء اللي تحت في الايه في اللي فوق. ان شاء الله يا رب يكون في مفهوم، يكون كل مره بضيف لكم حاجه جديده يا رب، ان شاء الله اكون يعني نافع عليكم باذن الله. كده اهو ربنا يوفقكم يا رب جميعا ان شاء الله. هي كده احط اهو ده كله تثبيت، انت يا ريت تفضلي ان انت تثبتي ده كل شغلك ده من بره، وتخلي زي ما دايما بقول لكم تخلي المكان عندك اخر مرحله، بحيث ما يبقاش الشغل عندك مش مظبوط، لا احنا لازم بنظبط الشغل بتاعنا قبل ما نحطه تحت المكنه عشان يبقى سهل تقفيله ويبقى تقفيله مظبوط وصح اهو. بص لما اجي اقلب بقى كده ده الامامي، وهعمل برضو نفس القصه الخلفي، لما اجي اقلب كده بقى ده بيبقى الجزء الامامي عندي اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام هاجي بقى للجزء الخلفي، كل ربع هحط يعني ده الخلفي اهو برضو نفس القصة، احط وش على وش كده واقلبه نفس الناحية التانية، ان احنا اتفقنا ان الكلوشة في الخلف احنا قسمناها على ايه على جزئين يا جماعة. وطبعا بعد ما اخلص بروح حاطه طبعا ايه هعمل ايه بقى، هروح حاطه كده الحردة على الحردة بالظبط، وبقفل طبعا الكم وباجي اقفل ايه الجناب. انا خدتها لكم مفتوح عشان تقفلي الدرس كله مره واحده وتهتمي، يبقى بالنسبه لك سهل يا جماعه، بيبقى مش هتدخلي حاجه جوه حاجه، انا على قد ما بقدر بسهل لكم الدنيا شويه. يا جماعه شكل الدرس شكله حلو قوي اهو، نفس النتيجه ونفس الشكل اللي انتوا شايفينه، ادي ده الكون بتاع اللي انتوا شايفينها، وده الكشكشه وده الدبل كلوش بنفس طريقته، بس طبعا مع التهديله بتاعته بتبقى بتنزل بينزل مرخي كده يا جماعه. ده شكله اهو اهو، يا رب يكون واضح بنفس تفاصيله، يا رب يكون الفيديو كان سهل عليكم. اتمنى ان انتوا يكون عجبكم، ويكون كل الفكره الافكار اللي فيه وصلتكم بطريقه سهله وبسيطه كالعاده، ان شاء الله تعجبكم. يا ريت تشيروا الفيديو يا جماعه كله عشان كله يكسب ثواب، ان كل الناس تستفاد، ويا رب دايما يبقى ان شاء الله فايده للجميع. ولاول مره تخش القناه يا ريت تشتركي في القناه وعلى الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وسهل وبسيط مع قناة بيبو لتعليم الخياطة والتفصيل للسهل الممتنع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.